هنتكلم النهاردة في الفيديو ده على Excitation Contraction Coupling، وطبعا هنكمل اللي قلناه قبل كده الـ Structure of Skeletal Muscle ازاي نستفيد منه من خلال هذا العنوان. معنى العنوان Excitation معناها Action Potential هيتنقل من النيرف للمصل، ده الاكسايتيشن هو نقل الكهرباء. اما كلمة كابلينج معناها زوج، اتنين ماشيين مع بعض كابلز من غير الاكشن بوتنشال اللي المفروض تتنقل للمصل مفيش كونتراكشن، يبقى الاولى تؤدي الى التانية. علشان نفهم هذا الموضوع لازم نتخيله مع بعض ان هو اكتر من ايفنت، احداث كتيرة، والاحداث دي احنا جزء منها قلناه مع النيرف. الاول ده رسم للنيرف العادي زي ما قلناه قبل كده. البداية بتاعتنا اول خطوة هو اكشن بوتنشال بيوصل الى النيرف. الاكشن بوتنشال ده لما بيوصل ويكتمل لازم يفتح بوابة موجودة على السيرفس اوف ذا نيرف. البوابة اللي انا عاملها السيلندر الاحمر هي فولتج جيتد كالسيوم تشانل، دي بوابة بتفتح بالكهرباء. البوابة دي فتحت بالمنظر ده، الغطا فتح فدخل الكالسيوم. الكالسيوم دخل من الاكسترا سيلولار فلويد لجوه النيرف. الكالسيوم بيدخل من بره لجوه زي الصوديوم بالظبط، من الكونسنتريشن العالي بره الى الكونسنتريشن القليل جوه. يبقى تاني ستيب هو كالسيوم influx through voltage gated calcium channel. طيب تالت خطوة عندنا، الكالسيوم اللي دخل هيمسك في vesicles اللي انا عاملها باللون الازرق. الvesicles دي جواها acetyl كولين بالمنظر ده. فتالت خطوة هتحصل كالسيوم bind to vesicles، يمسك في الفيسيكل. ليه؟ علشان يكسرها ويخرج منها الاسيتايل كولين. release of acetyl كولين ده مهم جدا، اهو خرج الاسيتايل كولين من الفيسيكل. الاسيتايل كولين اللي خرج هو فين دلوقتي؟ هو ما بين النيرف والمصل. وتعالى افكرك باللي قلناه قبل كده، قلنا ان في حاجات كده زي تعريج انفاجينيشن من المصل ممبرين اللي هو اللون الاحمر، اما الاسيتايل كولين هيمسك في ريسبتور، اهو ده الريسبتور بتاعي اللي هو هيمسك فيه، هيمسك فيه ريسبتور بين النيرف وبين المصل بالمنظر ده. يبقى اللي انا رسمته النقطة الخامسة بالنسبة لي اهي، اسيتايل كولين بايند تو نيكوتينيك ريسبتور، يبقى دي خامس حاجة المسكة في النيكوتينيك ريسبتور. تعالى نفتكر اللي قلناه قبل كده في الاوتونوميك، ان النيكوتينيك ريسبتور شخصيا فيها بوابات الصوديوم. يعني انا لو جيت اتكلمت على النيكوتينيك دي اهي، ادي النيكوتينيك ريسبتور. النيكوتينيك ده من جواه في فولتج جيتد صوديوم اتشانل، في بوابة الصوديوم. فأول ما يمسك الأسيتايل كولين في هذا الريسبتور تتفتح
بوابة الصوديوم اللي جوه الريسبتور. ده مهم قوي، وقلنا ده الأزرق هو النيكوتينيك ريسبتور. فاتفتحت البوابة، طب وإيه يعني؟ عدى الصوديوم من بره إلى جوه من خلال الريسبتور، فعمل لي هذا المنظر، عمل دي بولاريزيشن. بس اوعى تتلخبط ان الريسبتور الكهرباء بتاعته لوكال بوتنشال، يعني لسه لم يرقى للوصول الى الفايرنج ليفل. لا، يعني انا محتاج ايه؟ اسيتايل كولين يمسك تاني في الريسبتور فيفتح فولتج جيتد صوديوم شانلز اكتر ويعدي الصوديوم، واللوكال دي بولاريزيشن مع لوكال اخر كانهم تو ستيمولاي مع بعض، اتنين سب ثريشولد. ولو تفتكر من فيديوهات النيرف، سب ثريشولد زائد سب ثريشولد كان بي سميتد، وده اللي حصل، ونوصل الى اكشن بوتنشال. يعني الفكره ما بنوصلش لاكشن بوتنشال من اول مره، لا، محتاجين اكتر من ماسكه. طب يا دكتور، في اول مره مسك الاسيتايل كولين كان اسمها ايه؟ كان اسمها مينيتشر اند اي بليت بي بوتنشال بي. عايزك تفتكر هذا الكلام. وعلى فكرة كلمة ميني معناها صغير، مينيتشر معناها لسه ما وصلناش الى اكشن بوتنشال، احنا في مرحلة اللوكال. طب دكتور عندنا سؤال في اول جزئية، طب هو احنا ليه عايزين نبقى اكشن بوتنشال؟ عشان احنا عايزين الكهرباء تنتشر وتوصل للمسل سيرفس. الحاجة اللي هتوصل للمسل سيرفس لازم تبقى اكشن بوتنشال، كان بي بروباجيتد، ممكن تنتشر. فاكر من ايام النيرف لغاية دلوقتي اللي انت شرحته يعبر عن عنوان اخدناه في النيرف، نيورو ماسكولار ترانسميشن، نقل الكهرباء من النيرف الى المصل. لسه ما قلناش طيب ازاي تتنقل لجوه المصل. يبقى اذا الرسمة الاولى بالخمس ست نقاط اللي قلناها هو المشهد الاول في الاحداث، هو الفيرست فيو، كأنها مسرحية ليها أكتر من فصل. طيب ده المشهد الأول. المشهد الثاني عشان نكمل، أنا همسح الكلام ولكن نسيب الرسمة عشان نكمل الأحداث. المشهد الثاني أهو، آدي المصل سيرفس بالمنظر ده، وأكتب على ده الفيو الثاني، ده الفيو الأول، ده المشهد الأول. طيب المشهد التاني عندك المسل سيرفس بتاعتنا اللي انا راسمها، الاتنين دول اتفقنا في الفيديو اللي فات اسمهم ساركو لما، واتفقنا ساركو يعني مسل ولما يعني ممبرين، ادي الساركو لما. وهنا وصل الاكشن بوتنشال على المسل سيرفس اهو، ده رمز الاكشن بوتنشال. يتنقل ازاي لجوه؟ لقينا ان في مجموعة انابيب اهو، توبيول. وتعالوا نفتكر التوبيول ده، لما جينا قلنا هو توبيول بالعرض، وقلنا التوبيول اللي بالعرض ده اسمه ترانس فيرس توبيول. طيب فايدة ايه التوبيول ده؟ هو باس واي اوف اكشن بوتنشال، انا حيمر من خلالي الكهرباء، انا الكوبري، انا البريدج
اللي الكهرباء هتنزل فيا. طب يا دكتور احنا عايزين الكهرباء تنزل فيه ليه؟ هتنزل فيه، احنا عايزين كالسيوم علشان يعمل كونتراكشن. بس في مشكلة بالنسبة لك، ان الكالسيوم محبوس اهو. ادي الرسمة اللي قلناها اخر الفيديو اللي فات، قلتلك ان في السر ساركوبلازميك ريتيكولم اللي اسمها لونجيتيودينال توبيول، الانبوبه دي. ولو تفتكر اللونجيتيودينال توبيول كانت موجوده على جانبي التي توبيول وسميناها تراياد اي الثلاثي. الفكره ان الكالسيوم اهو محبوس في السيسترنا في الانتفاخ بتاع العظمه دي، انا عاوز احرره. بس علشان تحرره خلي بالك، التي توبيول على السطح بتاعها في ريسبتور اللي انا عملته باللون الاحمر، وقلنا الريسبتور ده اسمه دهب، دايهايدرو بايريدين ريسبتور. الدهب ريسبتور اول ما الكهرباء وصلت له الاكشن بوتنشال فتح الباب اهو، همسح الباب ابتدى يتفتح. طب الباب اتفتح ده معناه ان انت يا دهب حساس للكهرباء. ايوه دهب قال لنا انا فولتج سنسور، حساس لاي شحنه كهربيه. عدت الكهرباء، بس في نقطه لازم اقولها، اللونجيتيودينال توبيول مش عايمه كده، لا ده في اتصال ما بينها وما بين التي توبيول، في اتصال، والاتصال ده اسمه فوت بروسيس، زوائد قدميه، حاجه شبه الرجل. واساتذتنا زمان قالوا اللي ما بين التو توبيول شبه الخشب الارابيسك. عارفين الخشب بيبقى داخل جوه بعضه بالمنظر ده، بيقول عليها خشب معشق شويه. اول ما تيجي الكهرباء عند ضرفه من الباب تفتح، يتفتح الفوت بروسيس وتوصل الكهرباء الى السيسترنا. طب يا دكتور انا عايز احرر الكالسيوم، يا ترى احرره ازاي؟ تعال اقول لك على حاجه مهمه جدا. على السيسترنا دي ربنا حط ريسبتور اللي انا عامله بالاحمر. على السيسترنا عندي ريسبتور، الريسبتور ده يمسك في الكالسيوم ويتفتح الريسبتور اهو، يعني بعد ما مسك اتفتح. طب اسم ايه الريسبتور الاحمر ده اللي انا باجي اعلم عليه؟ اسمه ايه اللي على سطح السيسترنا؟ رايانو دين ريسبتور. وخلي بالك من نقطة، الريسبتور ده مش فولتج سنسور، يعني هو مش حساس للكهرباء زي عم دهب. امال هو بيعمل ايه؟ هو يمسك فيه الكالسيوم فيفتح. علشان كده اعتبروا هذا الريسبتور كأنه نيكوتينك. يعني ايه كأنه نيكوتينك؟ نيكوتينك في فيديوهات الاوتونوميك قبل كده قلت لك ان هو ليجند جيتد، هو تحت امر اللي معاه المفتاح. اعتبر الكالسيوم كأنه اسيتايل كولين مسك في الريسبتور، وبالتالي الريسبتور اتفتح. يعني انا بستقبل حاجة كيميائية، ما هو ليجند معناها سليف، انا عبد، اول ما الكالسيوم يمسك فيا هفتح، زي باب بيتك اول ما تدخل مفتاحك او اي مفتاح كوبي ليه هيفتح. علشان كده معلومة مهمة
ريان ودين ريسبتور، هو ليجند جيتد اتشانل وليس فولتج جيتد. طب مين الفولتج جيتد؟ هو ذهب. يبقى المشهد الثاني هسميه تحرير الكالسيوم او الكالسيوم ريليز، زي اي فصل في المسرحيه كل فصل وليه فكره معينه، المشاهد بيفهم نهايه الفصل ده ايه. الفصل الاول نهايته وصول الاكشن بوتنشال للمسل سيرفيس. بدأنا الفصل الثاني بإن تيتو بيول نقل الكهرباء والذهب اللي على الوول عنده فتح، والكهرباء عدت إلى السيسترنا من خلال فوت بروسيس اللي هو الخشب الأرابيسك اللي ما بين الاتنين اللي بيعمل ميكانيكال كونكشن. ولكن الرايونيودين قال لنا أنا مش فولتج سنسور، انا ليجند جيتد، وده مهم قوي. حررنا الكالسيوم. بس قبل ما نقول الفصل التالت عندنا، عايزك تخلي بالك احنا فين دلوقتي. احنا دلوقتي موجود جنب المايو فايبريلا. فاكر لما جينا قلنا الفيديو اللي فات قلتلك المايو فايبريل عامله زي اسطوانات بالطول وبيبقى بارلل ليها عندي التوبيولز، او التوبيول دي كان عندي تي توبيول وعندي شبكه اخرى من الريان ودين. وخلي بالك الكلام ده في غايه الاهميه اهي. وتعالوا نفكر بعض باللي احنا قلناه الفيديو اللي فات. ادي المايو فايبر الاهي، وده الازرق هو التي توبيول بالنسبه لي، والشبكه الريتيكولم على جانبي التي توبيول هو الساركوبلازميك او اللونجيتيودينال توبيول، واللونجيتيودينال دي هي العظمه اللي فيها السيسترنا اللي مخزنه الكالسيوم. يبقى انا مكاني دلوقتي فين؟ دلوقتي انا موجود بارالل للمايو فايبرل. ادي المايو فايبرل، انا موازي ليها. وعلى فكرة المايو فايبرل اهي خارج منها الفيلمنت سين اند سيك. وعايزك تفتكر اللي انا قلته الفيديو اللي فات، ان احنا دلوقتي جنب الاي اي جانكشن، احنا جنب الاي باند والاي باند، ده مهم جدا. يبقى اذا تعالى ندخل للعمق اكتر ونتكلم في المشهد الثالث بالنسبه لنا. الكالسيوم اللي اتحرر عمل ايه؟ قبل ما نقول عمل ايه، تعالى افكرك بحاجه مهمه جدا. الاكتين مولكيولز اهي، كور الاكتين، وقلنا ان الاكتين مولكيولز موجود مكان باللون الاحمر هو اللي هيمسكني في المايوسين، اسمه مايوسين بايندينج سايتس، يبقى دي كور الاكتين. وقلنا ان الاكتين بيبقى ماسك من ناحيه اهو في زد لاين اللي هو الزجزاج ده، زد لاين، عندي زد لاين يمين وعندي زد لاين شمال، تمام. بس في حاجة، قلنا ان في بروتين غلس، البروتين الغلس ده هو اللي مانع اهي، ده البروتين بتاعك. البروتين ده عامل زي الضفيرة بتاعت الشعر بالظبط اهو، اللي انا عملته باللون الاحمر. هذا البروتين مانع النقطة الحمراء اللي المفروض تمسك في المايوسين انها تبان. وقلنا ان البروتين العازل ده اسمه تروبو مايو
سين، والتروب ومايو سين متثبت في مكانه بشوية بروتين صغير، يعني كل جزء من الضفيرة متثبت بالتروبونين تي اهو متثبت علشان خاطر يمنع الاكتيف سايتس اوف اكتين انها تمسك في المايوسين. طب الكالسيوم اللي احنا حررناه قريب من الفيلمنت يعمل ايه؟ يجي الكالسيوم يقول بقى بصوا انا مسؤول عن الكونتراكشن، ما ينفعنيش الانسيوليتور العازل ده، انا عايز اعمل انتر اكشن بين الاكتين والمايوسين. قلنا له طيب هتعمل ايه؟ قال انا همسك في تروبونين، بس المرة دي تروبونين سي. فاكر لما قلت الفيديو اللي فات التروبونين لتلات انواع؟ تروبونين يثبت التروبومايوسين العزول الضفيرة الحمراء، وتروبونين سي يمسك في الكالسيوم، وتروبونين اي باند. طب اللي بيمسك في الكالسيوم يعمل ايه؟ خلاص مسكوا، بص مسكوا في بعض، هيحصل الاتي. خلاص همسح اللون الاحمر، الانسيوليتور ما بقاش موجود. احنا بنتكلم في ايه؟ الموضوع انتهى اهو، ما عنديش انسيوليتور خالص الان، فما فيش حاجة هتحجب الاكتين عن المايوسين. عشان كده نقول دور الكالسيوم عمل ايه؟ ان كفر ذا اكتيف سايت اوف اكتين. كلمة كفر يعني غطى، كان في غطا. ان احنا شلنا الغطا، شلنا العازل، فبقى الاكتين قصاد المايوسين. تخيل مفيش كالسيوم، يبقى مفيش انتر اكشن اساسا بين الاكتين والمايوسين. ده الفصل الثالث بالنسبه لنا، المشهد الثالث. يبقى المشهد الاول نيورو ماسكولار ترانسميشن، انا نقلت الكهرباء للمسل سيرفس، دوري خلص. الفصل الثاني التيتو بيقول اشتغل ونقل الكهرباء، وانتهى الفصل بتحرير الكالسيوم، كالسيوم ريليز فروم ساركوبلازميك ريتيكولوم. الفصل الثالث الكالسيوم مسك في تروبونين سي وشال الغطا اوف تروبومايوسين، وبالتالي هيبدا مرحله الكونتراكشن. يبقى الفصل الرابع، وده مهم جدا، ازاي الكونتراكشن هيحصل. علشان نفهم معنى الكلام هنيجي نرسم الرسمه متكامله مع بعض دلوقتي اهي. طبعا كور الاكتين رسمتها لك يمين وشمال عشان نتخيل ازاي في كونتراكشن، لان احنا الفيديو اللي فات قلنا مجرد مقدمة، والاتنين زجزاج هما الزد لاين بالنسبة لي، الاتنين زد. تعالوا بقى نشوف المايوسين. المايوسين اتكلمنا ان ليها تو هيدز اهم، ادي راس وادي راس تانية زي الكتاب المفتوح، والتو هيدز دول خارج منهم النك الرقبة، والنك دي بتبقى متصلة في النهاية بتيل الديل. واتفقنا أهمية التيل ايه؟ والنك قلنا دي الهينج المفصلة بتاعتي. بس الفيديو اللي فات انا ما وضحتلكش القصة، مين قوة الفعالة بتاعة المايوسين؟ مين اللي بيشغله في الكلام اللي هنقوله دلوقتي؟ بص التيل ممتدة وعملت لي دراع على جنب اسمه ارم،
قوة الميوسين تكمن في الجزء ده، الهيد والارم، الراس والدراع، ده قوة الميوسين. وقالوا ان الهيد زائد الارم، يعني الهيد والارم اسمهم مع بعض كروس بريدج. وهنفهم معنى الكلمة دي دلوقتي، كلمة في غاية الأهمية. طيب تعالوا بقى نشوف تتابع الأحداث حصل إزاي بعد ما شلنا التروبوميوسين. الهيد رقم 2 مسكت أهي في الكورة الأولى، أدي 1 2 3 4، أنا عملت أول حاجة بايندينج، يبقى أول خطوة حصلت هو بايندينج، مسكت. طب لسه المصل ما عملتش كونتراكشن، انت عملت بايندينج. طب وبعد البايندينج، بعد ما مسكت، عمل ايه الميوسين هيد هو والارم؟ قال احنا عايزين نغير من وضعنا. طب ليه؟ اصل انا عايز امسك في الكوره التانيه. الكوره التانيه دي الهيد التاني مش قصادها، يبقى لازم الهيد التاني. بص هعمل ايه؟ هاجي في الهيد التانية اهو، يبتدي الهيد التاني يعوج راسه، بدل ما راسي كانت كده قصاد الهيد الاولى، عملت ايه؟ بندنج. فتاني خطوة اسمها بندنج، هاتني راسي، هغير من اتجاهاتي. ما تنساش انت بتغير من اتجاهاتك عشان عندك نك، زي اي شخص رقبته بتساعده يغير اتجاهات الهيد، نفس الفكرة بالظبط. يبقى تاني خطوة بندنج. بس يا دكتور عندنا سؤال، هو البندنج محتاج اي تي بي ولا لا؟ بندنج عاوز اي تي بي. علشان كده تعالى افكرك باللي انا قلته الفيديو اللي فات، قلت لك ان المايوسين هيد فيها مكان يمسكها في الاي تي بي، اهو اي تي بي بايندينج سايت، همسك في الاي تي بي واكسرك واحصل على الانرجي. يبقى انا مسكتك في اي تي بي تمام، ثم كسرتك علشان انا بعمل مجهود دلوقتي. طب وهو لما المايوسين هيد بتعمل بندنج، بعد كده تعمل ايه؟ تشد الاكتين موليكيول للسنتر اوف ساركومير. خلي بالك المسافة بين الاتنين زد لاين اسمها ساركو مير، مكان ايدي، ادي زد وادي زد، ادي ساركومير. فانا بشد الاكتين موليكيول الى السنتر. طبعا نفس الكلام موجود الناحية التانية، وبرضو بشد الى السنتر. الاسهم داخل لجوه، يبقى التو زد لاين بيدخلوا هما كمان، ما احنا ميكانيكال ماسكين في بعض، يبقى الساركومير هتقصر، المسافة بين التو زد لاينز هتقل. يبقى انا اول خطوة عملتها بايندينج، وتاني خطوة بندينج، امسك ثم اتني، وبعد ما تتني شد الاكتين موليكيولز والعضلة تقصر. خلي بالك خطوة البندنج دي اللي عايزة اي تي بي هنسميها اسم باور ستروك. كلمة باور طاقة، وستروك ضربة، زي ما يقولك ضربة معلم، هي دي ضربة الطاقة، لان انا كسرت الاي تي بي وعملت دراجنج. دراج يعني شديت الاكتين موليكيول الى السنتر. طيب يبقى كده انا قلت
خطوتين حتى الآن، بايندينج اند بيندينج. بس في نقطة لازم تتقال، هل يا ترى المايوسين هيعمل كده إلى ما لا نهاية؟ يعني الطاقة بتاعتك كافية يا مايوسين؟ مش هتخلص؟ قال لا، الطاقة بتاعتي لازم هتخلص، وفي الحالة دي أنا مضطر أبعد عن الأكتين مولكيولز. يعني أنت قلت بايندينج وبيندينج، بص بقى اللي هيحصل إيه الآن، الطاقة بتاعتي خلصت، يبقى أنا مضطر أبعد علشان أشحن من جديد. عارف زي بالظبط موبايلك لو فصل شحن، أنت مضطر إن أنت تبعد. أهو آدي المايوسين، وادي النك أهي، وادي التيل، وادي الأرم بتاعي اللي أنت قلته. حصل إيه؟ فين البايندينج اللي أنت كنت عاملها؟ مفيش. فقال ده الخطوة التالتة. طبعا أنا هتقول لي الخطوة الأولى والتانية والتالتة، طب إيه العنوان؟ هقول لك العنوان في الآخر عشان تفهم اتسمى كده ليه. الخطوة التالتة ديتاتشمنت. كلمة ديتاتش يعني انفصال. موبايل فصل شحن، أسيبه كده هستفيد إيه؟ اشحنه عشان تستفيد بيه تاني. نفس الفكرة، انت يا مايوسين ما عندكش اي تي بي كفاية، انا هبعدك ليه؟ علشان تمسك مرة تانية في الاي تي بي ثم تكسره وتاخد انرجي وتكمل. يبقى النقطة التالتة هي دي تاتش. لماذا ننفصل؟ علشان نعمل ري سايكلينج. سايكل يعني إعادة الدورة. بايند بنت، خلصت طاقتك، ديتاتش ثم ري سايكلينج. الأربع خطوات دول بيمثلوا بالنسبة لي الفصل الرابع من المسرحية. الفصل ده اسمه إيه العنوان؟ كروس بريدج سايكلينج. وتعالوا نفهم معنى هذا العنوان. احنا اتفقنا ان الهيد والارم كروس بريدج. طب يا دكتور كروس معناها ايه؟ معناها يعبر او يمر. اعتبروا الاكتين موليكيول كأنه كوبري المشاة اللي انت بتعدي عليه عشان تروح الناحية التانية. هو ده كوبري المشاة بتاعنا، هو الاكتين موليكيولز. طيب مين اللي بيعمل كروس من عليه؟ هو المايوسين هيد اند ارم. علشان كده اعتبرت الهيد والارم كروس بريدج. اسلحتك يا مايوسين في المرور على كور الاكتين، ده مهم جدا، وسموها كروس بريدج سايكلينج. خلي بالك من نقطة مهمة، ان المايوسين ثابت. هتقولي ثابت ازاي يا دكتور؟ ما هو بايند وبنت. لا، مش هو اللي بيتشد للسنتر اوف ساركومير. علشان كده في معلومة مهمة لازم اقولها لك دلوقتي، ان الاي باند لا يتغير. الاي باند ده اللي هو رمز للسيك فيلمنت المايوسين، شريطة المايوسين ما بتقصرش. ليه؟ لانها ثابتة كونستنت. ولكن الاي باند اللي بتمثل الاكتين هي اللي بتقصر، لان الاكتين is dragged للسنتر، يبقى اللي بيقصر اي، اما الاي باند ما بيتغيرش. عشان كده
انا عندي حاجتين يقصروا، اي باند، واكيد الديستانس بين التو زد لاينز، فسميتها كروس بريدج سايكلينج. احيانا بعض الكتب تحط لك عنوان بعد الكروس بريدج، والعنوان ده اسمه ووك الونج ثيوري. على فكره العنوان ده بالظبط زي الكروس بريدج، هو ما اتغيرتش الحكايه، يعني تلاقي العنوانين زي بعض. ما هو ووك الونج، انت بتتمشى على الاكتين موليكولز، تمسك كوره وبعد كده تعمل بيندنج وتكسر طاقه تروح شاددها للسنتر. فلو جيت قريت الكلام هتلاقي ان الكلام كله واحد بنفس المعنى بدون تغيير. طب دكتور، دلوقتي احنا عندنا اكتر من سؤال، هو الكونتراكشن خلص ازاي يحصل ريلاكسيشن؟ ده سؤال. وايه اهمية الاي تي بي ككل؟ ده سؤال. عندنا سؤال تالت، لو ما قدرناش ننفصل، ما قدرناش نعمل ديتاتشمنت، السبب ايه وهي النتيجة؟ نمشي بالترتيب. اولا نيجي للفصل الخامس من المسرحية. هتقول لي بقى يا دكتور في مسرحية خمس فصول، دي اخرها تلاتة، ولكن هنا هنقول فيسيولوجي مهم قوي. ريلاكسيشن، خلاص الكونتراكشن انتهى، ازاي اعمل ريلاكسيشن؟ تعال افكرك باللونجيتيودينال توبيول، اهي العظمة والانتفاخات، وادي الكالسيوم بتاعي اللي انا قدرت اعمل له ريليس، حررته. الكالسيوم هخرجه ويمسك في التروبونين سي، وعارفين بقية القصة. الكالسيوم تم استهلاكه، حصل له كونسامشن. كل ما تمسكني في تروبونين سي اكتر، كل ما انا الكونسنتريشن بتاعي يقل، فبالتالي قل الكالسيوم كونسنتريشن عند المايو فيلمنتس، قل خلاص. طيب انا الكالسيوم وجوده غلط، مش عايز كونتراكشن اكتر من كده. ليه؟ انا عايز الكالسيوم ده اسحبه ارجعه للستور، للمخزون بتاعه في السيسترنا. خليك فاكر، ارجعك تاني كما كنت. طب انا عايز ارجعك من كونسنتريشن قليل الى المخزون اللي فيه كونسنتريشن عالي، هل ده ينفع يبقى باسيف عادي كده؟ اقول لك لا، ده انت لازم ترجعني اكتف، ودي قاعدة قلناها في البايوفيزيكس، الموفمنت فروم لو تو هاي محتاج انرجي، وطالما بتقول لي انرجي يبقى كلامك مبني على بامب، على مضخة، والمضخة دي اسمها كالسيوم اي تي بيز بامب. يعني انا عشان ارجع الكالسيوم لازم اكسر اي تي بي. في بعض المراجع ما تقولش كلمة اي تي بيز، ما هي مفهومة ضمنا، اي بامب بتشتغل بتكسير الاي تي بي، لان طول ما في كالسيوم موجود هيمسك في التروبونين سي ويشيل التروبومايوسين، ويبقى الاكتين قصاد المايوسين كبايندينج سايتس، ويحصل كروس بريدج سايكلينج. يبقى لازم نسحبك يا كالسيوم. يبقى كده فصول المسرحية عندنا كانوا خمس فصول. الفصل الأول نيوروماسكولار ترانسميشن، الفصل الثاني كالسيوم ريليز، الفصل الثالث وده مهم قوي
ازاي عملنا ريموفال للتروبوميوسين الفصل الرابع كروس بريدج سايكلينج باربع خطوات: بايندينج، بيندينج، ديتاتشمنت، وريسايكلينج. والفصل الخامس هو فصل الريلاكسيشن بالكالسيوم اي تي بيز بامب. تعالوا في النهاية نعمل تجميعة قلناها جوه الشرح. دور الـ ATPA ده مهم جدا تكون عارفه. الـ functions of ATP، هتقولي ما كلنا عارفين انه source of energy. لا، الـ ATP كان مهم في ثلاث نقاط: مهم للـ bending. خلي بالك انا مش عاوز ATP في الـ binding، لا مش عاوزه، انا عاوز الـ ATP في الـ bending. وانا بتني راسي ده مهم قوي. عايز الـ ATP كمان في الـ detachment، انا بنفصل عشان امسك في ATP جديد واكسره واخد انرجي جديدة. والاخر عايز الـ ATP في الريلاكسيشن، كالسيوم اتيبيز بامب. الطالب الشاطر يرتب النقط بترتيب الاحداث، مش بترتيب اللي يجي على دماغي وخلاص. ده دور الـ ATP. نسأل السؤال المهم: نفترض الميوسين فضل ماسك في الاكتين، يحصل ايه؟ ايه السبب والنتيجة؟ ادي الاكتين وادي المايوسين بتاعنا والتو هيدز اللي قلنا عليهم النيك والتيل. فضل المايوسين ماسك في الاكتين على الرغم ان الطاقة خلصت، ما بيسيبوش. طالما فشلنا في الديتاتشمنت ده معناها الوفاة. خلاص، ليه؟ انت بتفصل عشان تمسك في ATP جديد. مين بيصنع الـ ATP؟ الميتوكوندريا. الميتوكوندريا على فكرة اهي، ادي صورة الميتوكوندريا اهو اللي انا بشاور عليها. الميتوكوندريا هنا هو مصنع الـ ATP، والمصنع ده لازم يطلع الـ ATP عندنا الى الفيلامنتس دي. بعد الوفاة مفيش ميتوكوندريا شغالة، وبالتالي يفضل الميوسين ماسك في الأكتين، ما يسيبوش، ويحصل حاجة اسمها راي جر مورتس. كلمة مورتس أو مورتو دي كلمة إيطالي معناها دس، الوفاة. طب ورايجر معناها ايه؟ مصل ستيفنس، العضلات بتاعتك خشبت. خلاص، يو ار ستيف، مخشب. لما بتموت بتبقى عامل زي التمثال، خلاص من كتر الكونتراكشن اللي حاصل، ما احنا ماسكين في بعض مش قادرين نسيب. بس اقول لك امتى البروتينز بتتكسر؟ بتتكسر البروتينز بعد الدس تقريبا 24 الى 36 ساعة. وفي ناس يقول لك اخرك يومين، 24 الى 48 ساعة. بعد يومين من الوفاة تقريبا اتكسرت كل البروتينز، اكتين ومايوسين، خلاص. عشان كده الديتاتشمنت مهم. طول ما في انفصال في حياة، في تجديد لمصادر الطاقة، ما قدرتش تبعد يبقى ادس. اخر جزئية هنقولها في الفيديو: مرض نادر جدا. هذا المرض اسمه ميك أردل فوسفو رايليز
ديفيشنسي. يعني ايه المرض ده؟ لقوا ان انت مش قادر تكسر الجلايكوجين. الجلايكوجين هتعرفوا معايا في الفيديوهات اللي جايه ده سورس اوف انرجي لنوع من المسل فايبرز. طالما انت مش قادر تكسر هذا الجلايكوجين ديكريز البريك داون، ما عندكش سورس اوف انرجي، وبالتالي تتعب من اقل مجهود. وفي ديفينيشن غريب، حاجه اسمها كونتراك شر. بص بقى، ودي اللي انا هحطها بالاحمر. كلنا عارفين كونتراك شن. طب يعني ايه كونتراك شر؟ استمرار الكونتراكشن والريلاكسيشن يتاخر. طب هو الكونتراكشن مستمر، ده معناه ايه؟ بزود الكالسيوم ريليز بشكل غير طبيعي، وبيقل الكالسيوم ري ابتيك، اخرجك يا كالسيوم هو مش قادر ارجعك. لما اجي اخرجك وانا مش قادر ارجعك، يبقى ده اسمه كونتراك شر. يبقى في نهاية هذا الفيديو شرحنا اكسايتيشن كونتراكشن كوبلينج بخمس فصول قلناهم، وعرفنا دور الاي تي بي ايه، وايه هو الرايجور مورتس، والماك اردل فوسفوريليز ديفيشنسي، ولو عندك كونتراك شر زياده الكونتراكشن وتاخير الريلاكسيشن واسبابها.